ومع العالمين الجديدة نستمر، وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، انقل لنا فعاليات اليوم في مهرجان العالمين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من منطقة النورث سكوير في مدينة العالمين الجديدة، هذه المنطقة التجارية المليئة بالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الفعاليات يعني الترفيهية، ولكن ربما متخصصة أكثر في الطعام. كيف تكون هذه الفعاليات ترفيهية وطعام في نفس الوقت؟ يتم عمل بعض الماكتات المختلفة الخاصة بالطعام عن طريق البسكوت المحلى داخل هذه المنطقة، لتكون عبارة عن يعني أنشطة ترفيهية خاصة بالطعام في نفس الوقت. ولكن هذا جزء من مهرجان العالمين الجديدة لجذب مزيد من السياح والزوار إلى المهرجان. أما بالنسبة للفعاليات العامة التي نتحدث عنها منذ أيام، ولكن تحديدا المميز هذه المرة هي فعاليات الموتور ويك والسيارات السباق التي تتحرك من منطقة إلى أخرى في مدينة العالمين الجديدة. نتحدث عن استمرار لسباق السيارات وتحديدا سباق السرعة للسيارات المعدلة بشكل عام، والسيارات التي صنعت كما هي، هذه السيارات تدخل في سباق للسرعة في أيضا الشوارع بين هذين البرجين. من خلفي هناك شارع مخصص تم إغلاقه من جميع الجهات لتكون مخصص للسباقات السريعة، ويتم استعدادات خاصة بهذا السباق وتأمينات خاصة أيضا وإغلاق للشوارع وأيضا رجال للمرور لتوجيه السائقين وتوجيه مرتادي الطريق ليتخذوا طرق أخرى غير المغلقة بسبب هذا السباق. بالإضافة لذلك أيضا فعاليات الخاصة بمهرجان نبتة ما زالت مستمرة للأطفال، حيث يأخذون هذه الورش الخاصة بالحكي والتمثيل وأيضا بعض الألعاب الترفيهية داخل مهرجان نبتة. وهي أيضا ما يميز مهرجان نبتة أنه يجمع النشاطات ويجمع الأهالي مع أبنائهم ليلعبوا أو ليمارسوا الأنشطة في نفس ذات الوقت، ولكن هذه الأنشطة هي أنشطة ترفيهية وتثقيفية في نفس ذات الوقت بالنسبة لمهرجان نبتة. نتحدث أيضا عن استمرار لعرض المسرحيات في نهاية كل أسبوع، فرصدنا عدد من المسرحيات في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث، وها نحن أيضا في هذا الأسبوع أيضا المسرحيات في المنطقة الترفيهية ما زالت مستمرة، فضلا عن استمرار الحفلات الغنائية والموسيقية في المدينة التراثية وتحديدا المسرح الروماني. نتحدث بشكل عام عن الفعاليات الأخرى التي بدأت منذ بداية المهرجان. نتحدث عن الباراموتور أو يعني الألعاب الخاصة بالهواء والقفز من الهواء، وأيضا عدد من الفعاليات الأخرى الرياضية على الشاطئ الخاص بالعالمين الجديدة وتحديدا المنطقة الترفيهية. نتحدث عن لعب كرة القدم، كرة السلة، البادل، عدد من الألعاب الرياضية كلها ما زالت متاحة لكل رواد مهرجان العالمين الجديدة. نتحدث أيضا عن الحفلات الغنائية. الحفلات الغنائية تأتي في نهاية كل أسبوع، انتهت بالفعل الأمس هذه الحفلة التي لاقت رواجا وإقبالا كبيرا جدا من المواطنين، وتحديدا يعني حفل حمزة نمرة ومسار إجباري، وتحدثنا مع المواطنين عن يعني هذا الحفل وأشادوا بالتنظيم بشكل عام وأيضا أشادوا بالمنطقة التي أقيمت فيها هذه الاحتفالية. بالإضافة لذلك أيضا الجميع الآن في انتظار حفل نهاية الأسبوع، والذي سيكون في استضافة يعني أن العالمين الجديدة سيستضيف فرقة كايروكي، وبالطبع عدد كبير من أيضا المواطنين بدأوا بالفعل بالحضور من بداية هذا الأسبوع، وهي فترة صيفية لانتظار هذا الحفل الكبير في نهاية المهرجان. أشكرك جزيلا على نقل صورة من العالمين على الهواء مباشرة، كريم بيبرتس.